وهي مهند فا مراد معه حق، توصل ريحته قبله. صباح الخير. اوه عمتي صباح الخير. صباح النور. صباح النور. كأنه راحت عليك المحاضرة؟ لا، درس اليوم 12. لا تظلميني، فقت بكير، اتدوشت وكمان حلقت دقني. إن شاء الله نعيما. شي حلو، الكل مبسوط عند هالصبح. كتير جوعان. نهال نزلت تعمل لك الأومليت. ايه يا سلام. هذا عدنان؟ ها الحمد لله. حياتي. صباح الخير يا روحي، ما فيقتك؟ ما لا، كلياتنا عم نفطر والكل بيسلم عليك. وانتي سلمي لي عليهم. كيف كانت سفرتك؟ ليش ما حكيتني بالليل؟ وصلنا وش الصبح، قلت لحالي بتكونوا نايمين، ما حبيت فيكم. انت كيفك؟ انا ممتازة. وينكن هلا؟ رح اطلع من الاوتيل، من شوي اتصل المحامي خبرني عن الجلسة الجديدة. وامتى الجلسة؟ الاسبوع الاول من كانون الثاني. فهمت. ان شاء الله تخلص هالدعوة مع السنة الجديدة. وانا هيك متوقع. امتى رح ترجع؟ اليوم عندي اجتماعين، رح حاول اطلع بطيارة المساء. بس هيك بتتعب كتير. والاحتمال اني ارجع بكرة. ماشي حبيبي، مستنيتك. انتبهي على حالك، بحبك. وانا نمشي؟ طبعا، ان شاء الله ارتحت شوي. عفوا، احكي وخذ راحتك، انا بنتظرك بالسياره. لا، انا قطعت الخيوط نهائيا، حتى ماني حابب اسمع صوته. وهي الأومليت. لا، أنا نسيته بالمرة، أكلت وشبعت. عم تمزح؟ طبعاً عم بمزح عمري. هاد هو. صحتين وهنا. يلا دوقي مدموزيل. مرسي حبيبتي، مبين كتير طيب. عن جد كتير طيبة، تسلم إيديك يا بنت عمي. خليكي كتير شاطرة بمعرفة الطريق اللي بتودي لقلب الرجال، برافو. ايه، قولوا لي شو عاملين اليوم؟ مهند رايح على الكلية وعرفنا. وانا رح اطلع اعمل شوبينج. بارح انا وقاعدة مع فيروز خانم اكتشفت انه ناقصني كتير شغلات. مزبوط، وانا كنت بدي روح لعند بيسان على الصالة، منروح سوا وبعدين منمر لعند بيسان. ماشي. حابة تطلعي بعد درس البيانو؟ لا، اليوم مو حابة اتدرب على البيانو، بس بصراحة حابة اقلك اني بلشت مل من دروس البيانو. لا تواخذيني مدموزيل، بس صار عم بنزل على غرفة الموسيقى بس كرمال ما خليكي تزعلي. تفاجأت. انا كنت مفكرة انك رسمي مستقبلك بهالشكل، يعني هيك كنا حاكين. الأصح إذا بقول إنه أنت اللي اقترحتي هذا الشيء. بترجاكي لا تزعلي مني مدموزيل، أنا ماني حابة أكون عازفة بيانو. وليش حتى أزعل؟ أنا بزعل كرمالك وبس، لأنك كتير موهوبة. أنا حابة البيانو يضل صدفة حلوة بحياتي. أنا قررت أشتغل بالمجموعة. هاها بالله؟
هالصبح اجانا مع الأومليت تصريحات كتير مفاجئة. هذا قرار كتير حلو، وبتصور إنه أبوك رح ينبسط، بس هالشي مو سبب مشان تتركي البيانو. ما بعرف، رح أحكي مع بابا. برأيي قبل ما تعملي خطط بعيدة المدى خلينا نحكي عن اليوم. خلينا نطلع. نطلع فورا. أنا جاية معكم، صار لي زمان ما شفت لبيسة. أي أوكي. أنت موجودة هون مو هيك عمتو؟ لا حبيبتي، أنا بدي روح. آه. بلكي بتجوا بنهاية الأسبوع على المزرعة، كتير بننبسط. وهاتوا بيسان معكم. نعمل خطة بهالشي. دايما إن شاء الله. أنا رح جيب شنطتي وأنزل فورا. سمر ما بدك تقومي؟ وأنت مهند صار لازم تروح على كليتك بلا ما تتأخر أكتر من هيك. عن إذنكم عمتو لا تروحي قبل ما أجي وضعك. طيب حبيبي. لبين ما يجهزوا حالهم تاخدي فنجان قهوة؟ إذا بتريدي مادموزيل. لو سمحتي. يا ريت حكيتي مع أبوك بالأول بعدين صرحتي بهالقرار، كان رح يغمى عليها. أنا قلت رح أترك البيانو، ما قلت رح أترك المدموزيل. نفس الشيء. Mm-hmm.